في الاخر أكيد. نجيب حكام من الامارات والفرعيه. انتوا محتاجين حلقات مش حلقه فيها ساعه ولا ساعه وربع. عندنا كتير يا كابتن. اخر سؤال كتير. في اجابه في 10 ثواني، لو رجع بيك الزمن تشتغل مع نفس المجموعه اللي كانت معاك او ترجع ولا لا؟ لا لو رجع بيا الزمن اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. اختار المجموعه، لان المجموعه اللي معاك فيها اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. طبعا. طيب كابتن محمد فوران بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبتمنى لك التوفيق في البرنامج الجميل بتاعك ده، واحنا ما عندناش غير الحق والعداله واللي يرضي ربنا. شكرا جزيلا كابتن فاروق. كابتن ناصر عباس نورتنا وشرفتنا. بحييك وبحييك على الحوار الجميل انت عملته محمد النهارده بامانه يعني. بحيي محمد طبعا على الصراحه. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد اني موجود معاك. وهو ده دورنا في الترند وفي الفار. وهي ده او هو ده الهدف من فكره فقره الفار. الفكره في حد ذاتها بنوضح التفاصيل. الفكره مش في حاله تحكيميه او مين كسب ومين خسر، لا، الدهاليز اللي موجوده في ملف التحكيم فيها كلام اصعب من اللي قاله الكابتن محمد فاروق. احنا لو قعدنا لغايه بكره كنا هنسمع تفاصيل اكتر من كده. حد كان يتخيل ان الحكام كانوا هيرجعوا من الامارات ومنع الظهور الاعلامي ورئيس اللجنه اخر من يعلم؟ جديده بالنسبه لنا. حد كان يعلم ان اللجان الفرعيه في المناطق فيها فساد زي ما قال الكابتن محمد فاروق؟ النهارده بنسمع كلام جديد وتفاصيل بنحط ايدينا عليها عشان نعرف الخبير الاجنبي اللي اشتغل قبل كده، الناس ساعدته وفرت له الامكانيات ولا الناس كلها كانت بتشتغل ضده بس جبنا خبير اجنبي؟ دي تفاصيل بنحاول نوضحها من خلال الناس اللي كانت موجوده في المطبخ ومن خلال خبرات برضو وتواجد الكابتن ناصر مع عباس معانا في الحالات اللي بنعملها في فقره الفار. في الختام بشكر ضيوفي، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقات جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.